محاضرة اليوم أعزائي الطلاب تتعلق بالهيموغلوبين. الهيموغلوبين هو عبارة عن Red Respiratory Protein of Erythrocyte Iron Pairing Protein Red Globular Protein which have molecular weight of about 68,000 to 64,500 Dalton, which the main component of RBC give the red cell its color. يقصد به هو عبارة عن بروتين التنفسي الأحمر وبروتين موجود بالكرة الحمراء، وأيضا يعرف ببروتين حامل للحديد الأيرون وبروتين كروي أحمر. الوزن الجزيئي مالته هو 68,000 إلى 64,500 دلتون، ويعتبر مكون رئيسي للكريات الحمراء ونعطيها اللون الأحمر. بالبالغين حوالي 630 جرام من الهيموغلوبين يحتوي على ما يقارب 2.2 جرام من الأيرون. 64,000 يكون نسبة الحديد فيها تشكل 3.8%، بينما الجلوبين يشكل نسبة 96.2%، وهو المكون الرئيسي يعتبر للآر بي سي وينطيها اللون الأحمر. وظيفة الهيموغلوبين مثل ما تعرف، الهيموغلوبين موجود بالآر بي سي، وحوالي 100 مل من الدم الشرياني المؤكسج، يعني الدم الحاوي على الأكسجين موجود في الشريان، يحمل حوالي 19 مل من الأكسجين بارتباطه مع صبغة الهيموغلوبين، و حوالي 3/10 من الأكسجين يكون مذاب بالبلازما. الوظائف الرئيسية والأساسية للهيموغلوبين هو مثل ما أعرف ناقل الغازات التنفسية، نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة، نقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين، وأيضا يعتبر بوفر أكشن، يعتبر منظم ويحافظ لنا على توازن الحامض القاعدي أو على حامضية الدم البلد بي اتش، كما يحصل في حالة التحول من شكل الأوكسي هيموغلوبين، يعني هيموغلوبين حامل للأكسجين، إلى الدايوكسي هيموغلوبين، الهيموغلوبين بدون أكسجين. كل كرية حمراء تحمل 640 مليون جزيئة من الهيموغلوبين. الهيموغلوبين عبارة عن بروتين مثل ما قلنا يشكل لنا ثلث وزن الكرية الحمراء. في الرئتين 1 جرام من الهيموغلوبين يحمل 1.36 cc من الأكسجين، عملية أكسجة الهيموغلوبين تحويلها إلى مركب الأوكسي هيموغلوبين. بالنسبة لعملية الساينثيسيس، عملية تخليق تحصل، تخليق الهيموغلوبين يحصل في المراحل الابتدائية الأولى في أثناء عملية تطور الار بي سي بمرحلة الأروما الطبيعية المحبة للصبغات أو متعددة الصبغات البولي كروماتوفيليك نورموبلاست. تبدأ عند المرحلة الأولى اللي هي الأروما الابتدائية البرو أريثروبلاست بنسبة 65%، بينما 35% تحصل عند مرحلة الريتيكولوسايتي خلية شبكية. الستركتشر التركيب الهيموغلوبين هو تترامير رباعي يتكون من زوجين من السلاسل البيبتيدية غير متماثلة، أي بمعنى أنه يتكون من 4 وحدات ثانوية من البيبتيدات المتعددة، وهذه الصورة توضح لكم شكل جزيئة الهيموغلوبين. تتكون من سلاسل البيتا والألفا، وأيضا موجود جزء الهيم اللي هو مرتبط بالسلاسل، والهيم هو عبارة عن البروتوبوروفايرين زائد الأيرون. الجلوبين، جزيئة الجلوبين أو العفو جزيئة الهيم جروب، مجموعة الهيم هو عبارة عن بروتوبوروفايرين يرتبط بمكان خاص بكل من سلسلة البيبتيدية سلسلة الجلوبين. المواد اللي تتكون من عندها والتركيبة الحلقات التركيبية اللي تتكون من عندها البروتوبوروفايرين تدعى بالبايرل رينج.
المواد البنائية اللي تستخدم بتخليق الهيم موجودة ضمن الكريات النامية في مرحلة التطور. المواد هي عبارة عن أحماض أمينية، حامض أميني جلايسين والحامض الأميني 6-NAC أسيد. جزيئة واحدة من الجلايسين أسيد وجزيئة واحدة من 6-NAC أسيد تكون لنا حامض أميني اللي هو الأمينو ليفولينيك أسيد المختصر مالت الـ ALA. جزيئتين من الـ ALA راح تكون لنا إنزيم اللي هو الأمينو ليفولينيك أسيد إنهايدريز. أربع حلقات من البايرل تكون لنا شكل رباعي اللي هو البروتوبوروفايرين، وبالنهاية البروتوبوروفايرين راح يرتبط مع الأيرون الحديد. الستركتشر مات الهي مثل ما قلنا بالشريحة اللي قبلها، هنا يتكون من جزئين الهيم اللي هو البروتوبوروفايرين. البروتوبوروفايرين عبارة عن حلقات اللي هي البوروفايرين أو يسمى بالبايرل رينج، ويتكون من جزء الحديد اللي هو يكون بشكل الفيروز أيون الفيروز اللي هو Fe بلس 2. الايرون هنا الحديد يمسك او يحمل في منطقة المركزية لجزيئة الهيم، ويكون من خلال ارتباطها بأواصر نيتروجين أواصر نيتروجينية بالحلقات مع حلقات الحلقات اللي هو البوروفارين رينك اللي هو عبارة عن أربع حلقات من البوروفارين رينك، وبالتالي راح يتكون لنا أربع أواصر الهيم. بالإضافة إلى ذلك الحديد إلى آصرتين إضافية، واحدة في كل مكان two position or on each side of the porphyrin ring. واحدة من المواقع الارتباط هيكون مع سلسلة الهستيدين اللي هي موجودة بجزيئة الجلوبين، والمكان الآخر أو الارتباط الآخر يكون مع الأكسجين. فالهيم هو عبارة عن porphyrin ring، وبالمنتصف الموجود الايرون. الايرون هو اللي يعتبر مكان ارتباط ارتباطه، يعني الاكسجين يرتبط ومع الايرون. بالنسبة لسلسلة الجلوبين تعتبر المكون الرئيسي للهيموجلوبين، تتكون من أربع سلاسل اللي هي سلسلتين ألفا الأحماض الأمين تتكون من 141 حامض أميني، وسلسلتين بيتا اللي تتكون من 146 حامض أميني. السينثيسيس عملية تخليق الهيم والجلوبين يتم إنتاجها بمكانين مختلفين بالخلايا. الهيم يتم إنتاجه بالميتوكوندريا، والجلوبين يتم إنتاجه بالبولي رايبوسومات. البروسيس نيسيسري فور نورمال سينثيسيس هيموجلوبين، العمليات الضرورية لتخليق تخليق الهيموجلوبين الطبيعي تحتاج بالتأكيد إلى adequate iron supply and delivery، تحتاج إلى تجهيز والتوفير المكافي للآيرون الحديد، تحتاج إلى adequate synthesis of protoporphyrin، تحتاج إلى التخليق الكافي والمناسب للبروتوبوروفايرين، و adequate globin synthesis عملية التخليق الكافي والمناسب للجلوبين. مثل ما قلنا بالنسبة للآيرون delivery and supply، توفير وتجهيز الآيرون يكون إلى خلية شبكية بواسطة الترانسفيرين. Synthesis of protoporphyrin، عملية تخليق البروتوبوروفايرين اللي هو جزء من الهيم، يحصل مثل ما قلنا يحصل بالميتوكوندريا الموجودة في الخلايا الـ RBC الابتدائية، وتم تنظيم هاي العملية بواسطة هرمون الأريثروبايوتين وفيتامين B6. فالبروتوبوروفايرين زائد الآيرون راح يشكل لنا جزء أو جروب الهيم. الريجوليشن، عملية تنظيم تخليق الهيموجلوبين تم من خلال تحفيز والإعازة اللي يحصل نتيجة نقص الأكسجين في الأنسجة. فالهايبوكسي نقص الأكسجين راح يحفز لنا كليتين لإنكريز برودكشن، لزيادة إنتاج الأريثروبايوتين. الأريثروبايوتين بالتأكيد راح يحفز لنا بون مارو which increase اللي بالتأكيد راح يزيد من عملية إنتاج الRBC وإنتاج الهيموجلوبين. There are four هيم جروب، أربع مجاميع من الهيم عندنا ترتبط كل واحدة منهم مع سلسلة الجلوبين. بالتأكيد هنا الواحدة من جزيئة الهيموجلوبين راح تحمل لنا أربع جزيئات من الأكسجين.
according to the sequence of amino acid تبعا لتعاقب الأحماض وتسلسل الأحماض الأمينية بالتركيب الأولي لكل سلسلة إنجلوبيولين. على هالأساس راح تقسم إلى أربع أنواع من السلاسل اللي هي ألفا وبيتا وجاما وأبسوليت. الأيرون أيون، أيون الأيرون may be ربما يكون بشكل فيروز يعني بلاس 2 أو يكون فيريك اللي هو بلاس 3، لكن في حالة الفيروهيموغلوبين اللي هو يسمى بالميثيوغلوبين اللي يكون الحديد فيها بشكل فيريك يكون غير قادر على الارتباط مع الأكسجين. In bonding حالة ارتباط الأكسجين يكون temporarily مؤقت وreversibly يكون عكسي، يتأكسد أكسدة الفيروز إلى الفيريك، بينما الأكسجين يبقى بشكل سوبر أوكسيديز أيون يعني أكسجين O3، وهذا بالتأكيد يكون غير قادر على ارتباطه مع الحديد اللي هو يكون بشكل الفيريك. F سوبر أوكسيديز إذا كان بشكل سوبر أوكسيديز أيون سوبر أوكسيديز يعني O3 associated يترافق مع الحديد اللي هو الفيريك البلاس 3 is protonate، فالهيموغلوبين يبقى بشكل مؤكسد والحديد الموجود بالهيموغلوبين يبقى بشكل مؤكسد وغير قابل له ليس له القابلية على الارتباط مع الأكسجين. أيضا بهذه الحالات راح يتوفر عندنا إنزيم اللي هو الميثيوغلوبيولين ريدكتيز، هذا الهيمو ريدكتيز راح يقلل لنا من الأيرون الموجود بالسنتر بالمجموعة الهيم جروب. هذه صورة توضح لكم سلاسل الألفا والبيتا وأيضا مجموعة الهيم والبسنتر موجود الأيرون اللي هو مكان ارتباط الأكسجين. أيضا هذه جزيئة الهيموغلوبين موجودة بها مجموعة الهيم وسلسلة بيتا وسلسلة ألفا وتكون بشكل هيليكال شيب يعني بشكل حلزوني موجودة اللي هي عبارة هاي السلاسل عبارة عن بولي بيبتايد بيبتيدات متعددة جزيئة من البيبتيدات متعددة. بالنسبة للنورمال رينج المعدلات الطبيعية للهيموغلوبين يختلف في الذكور عنه في الإناث وفي البالغين عنه بالأطفال. بالذكور 14-17.5 جرام بالديسيلتر، بالإناث 12-15 جرام بالديسيلتر. الأطفال عند الولادة 13.5-20 وبعمر 6-12 يكون 11.5-15.5 جرام بالديسيلتر. assignment كواجب والتساؤلات اللي راح نطرحها واللي ذكرناها ضمن المحاضرة والشرائح السابقة انه الايرون اللي موجود بالهيموغلوم هل هو فيروز او فيريك ولماذا؟ الاجابة مثل ما قلنا الايرون الموجود بالهيموغلوبين يكون بشكل فيروز يعني بلاس 2 الى 6 ارتباطات 6 اواصر، 4 من عدها تكون مع البروتوبوروفايرين يعني 4 مع حلقات البايرال رينج، واصر واحدة مع الهيستيدين واصر حرة مع الاكسجين او ثاني اكسيد الكربون. في حال انه يكون بشكل فيريك يعني بلس 3 وي هاف 1 بوند ميسنج يعني راح تكون عندنا عصرة واحدة مفقودة، فبالتالي الهيموغلوبين اللي راح يكون هو هيموغلوبين غير وظيفي غير أي قابل على اداء وظيفته بشكل طبيعي. الهيموغلوبين وحدتين ما تكون ازوليتد يعني ما تكون مفصولة عن بعضهم البعض، انما تكون مرتبطات مع بعضهم بعض من خلال او بواسطة الايرون الحديد. بالنسبة لنقل الغازات غاز ترانسبورشن، السؤال هو لماذا انه الهيموغلوبين يعتبر ناقل للأكسجين؟ والإجابة على هذا السؤال انه السبب هو انه قابلية الذوبان للأكسجين تكون جدا واطئة، ارتباط ذوبانه في الماء تكون جدا واطئة، اضافة الى ذلك انه الى تأثير تنظيمي على تركيز الأكسجين بالرئتين والأنسجة. نوت الملاحظة انه كل الأنسجة تحتاج الى أكسجين، وأيضا بنفس الوقت عندنا 20% من ثاني أكسيد الكربون ينتج من الفضلات الأيضية أيضا يتم نقله عبر الهيموغلوبين. وشكرا لإصغائكم.